بسم الله الرحمن الرحيم. الشركة طالعة جديد، يا شهاب تحمل ليه كده؟ تحمل شغل شحن. شغل شحن طبعا بنقول الشحن بعد التغليف. طبعا عندنا كرتون الوادي وعندنا كرتون الوادي. ده شغل شحن يا ابو حاج احمد. اه ده بتغلف طبعا وجاهز. ها ده معانا متر في متر، متر في متر. بعدها ده 15 متر ونص في متر ونص. تمام، متر ونص ومتر ونص النيل. ايوه وراها برضو متر ونص في متر. ايه الورقه دي؟ فيها ايه الورقه دي؟ ديت طبعا التياش. تياش؟ تياش الجويه. بص الحاجة يعني الخلايا الكبيره حاطط لها هنا سيخ جويد عشان يمسك الخلايا بالنص هنا عشان ما يجيبش ميه. شركه طلب الورقه.